السوشيال ميديا. ويحبون أن
مكتوم لا
الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته والمتعالي في سلطان. سبحانه لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون. أحمده سبحانه على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. الصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي حسن اقسم بالله النبي المكرم والشافع المقرب الذي بعث آخرا واصطفي أولا. اللهم اجعلنا من أهل طاعته ومن عتقاء شفاعته. جل المتاب وجل الله قابله وجل منه عطاء غير محدود. يا توبة أهدت للقلب راحته وأبعدت عنه ما يشجي وما يودي. إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة لا تتركيني أعاني ذله عودي. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الفردوس الأعلى، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله. الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يذكرنا بحال الدنيا ويذكرنا بحال الآخرة. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة من قصار السور نحفظها جميعا ونرددها، غير أن معانيها كبيرة وتحتاج إلى وقفة عظيمة وتحتاج إلى تدبر وتفهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام، إلى نهاية السورة الكريمة. هذه السورة تسمى سورة المقبرة، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في حيين من قريش، أي في قبيلتين من قريش، في بني عبد مناف وفي بني سهل، وكان كل حي منهما يتفاخر بالأحساب والأنساب والأشراف في الإسلام. فلما انتهوا من التفاخر بالأحياء ذهبوا إلى المقابر، فأخذ كل حي يقول: هذا قبر فلان ابن فلان، وهذا قبر فلان ابن فلان. فنزلت هذه السورة ونهتهم عن التفاخر والتكاثر بالجاه والمال والسلطان. بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: ألهاكم. وألهاكم من اللهو، وهو الغفلة والانشغال عن كل ما هو نافع. والتكاثر أي التباهي والتباري والتمادي بالجاه والمال والسلطان. ومعنى الآية الكريمة: شغلكم أيها الناس حب الدنيا وزينتها ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها. وشغلكم أيها الناس التباهي والتفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد والجاه والسلطان عما خلقتم إليه. وصرتم على هذه الحال وبقيتم عليها حتى زرتم المقابر، أي حتى أتاكم الموت ودفنتم في القبور وانصرف عنكم أحب الناس إليكم وبقيتم وحدكم. وعبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة
بقوله حتى زرتم المقابر، وليس المقصود من الزيارة الزيارة المعتادة، وإنما المقصود بها انتهاء الآجال والدفن في القبور بعد الموت، لأن الميت في قبره كالزائر له. ولذا لما سمع أعرابي هذه الآية قال: بعثوا ورب الكعبة. قيل له: لما؟ قال: لأن الزائر لا بد أن يرتاح. ألهاكم التكاثر أما كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. قال الحسن البصري: وعيد بعد وعيد. هذه الآية ردع وزجر لكل إنسان تشغله الدنيا عن طلب لقاء الله وعن استعداد للقاء الله عز وجل. وكرر رب كلا في هذه السورة 3 مرات للتأكيد على الردع والزجر لكل من تسول له نفسه أن يبتعد عن طاعة الله وأن ينشغل بمفاخر الدنيا وزينتها عن طلب الآخرة ولقاء الله. ولذلك